حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات لي ديليز دامي اكلات وشيوات امان. اليوم جيتكم بوصفه تحليه ان غاتو او زاموندي او سيترون كيكه بالليمون واللوز. المكونات ما كاش بزاف وطريقه التحضير سهله. نبداو على بركه الله. عندي 150 غرام تميد الناعم، هنا عندي كاس عبرت بهذا كاس ونصف اللوز المطحون، كذلك عصير واحد ليمون، يجينا كاس هكذا وشويه ماشي معمر تاع عصير الليمون، زيت دان سيترون مبشور الليمون، 125 غرام زبده نصف دائبه دونك 125 غرام دو بور غامولي، بيضتين وملعقه كبيره تاع لا لوفور، بيكينغ باودر، 80 غرام تاع سكر ديغابل سكر ليغابل. ملاحظه صغيره بين قوسين، كانوا في التعليقات قالوا لي علاش في الوصفات تاعك تستعملي كثير لو سكر ديغابل سكر ليغابل pour plusieurs raisons. الاولى هو انا على رايي صحي احسن من السكر الابيض، وثانيا هنا في امريكا متواجد كثير السكر دي غابا في البلدان الاصليه، عفوا نقدروا نلقاو يمكن سكر دو كوكو سكر تاع الكوكو كذلك صحي مليح، سكر بغا يقول لك ما يختلفش كثير على السكر الابيض. فهاد المعلومه ما نقدرش نفيدكم، الله اعلم، انتم تقدروا تشوفوا اسكو سكر بغا احسن من سكر بلون، هذه الله اعلم. ويقول لك كذلك حذاري والابيضين، يعني ما لازمش نكثروا الملح بزاف وما نكثروش السكر بزاف، خاصه في شهر رمضان ناكلوا كثير الحلويات، يعني لازم ننقصوا السكر. انا في هذه الوصفه كان من المفروض نحط 150 غرام سكر، حطيت 80 غرام سكر باش نخفوا من السكر. نغلق القوسين ونبداو مع طريقه التحضير على بركه الله. حطينا الزبدة نصف دائبة في الأول والسكر ديغاب، ونروحو نضربو لمدة 3 دقائق. اللي ما عندوش هاد الخلاط باليد لمدة أطول فقط. هايليك، بعد ما ضربنا الزبدة والسكر ديغاب جينا نتحصلو على كريمة. الآن جو نضيف مطحون اللوز ونروحو مع الخلط. كي ضربنا الزبده مع السكر ديغاب درناه اون كريم، زدنا ضفنا مطحون اللوز. الان ديروا حبه بحبه البيض، عندنا حبتين، نبداو بالحبه الاولى ومن بعد الحبه الثانيه. كي حطينا مبشور الليمون خلاص، هاد ليتاب لازم نديروها غير بلا سباتول. هكذايا جاتنا شغل الكريم. دوك الان نضيفو السميد تاعنا بالعقل، السميد الناعم ندخلوه بالعقل، ومن بعد نديرو عصير الليمون لو جو دو سيترون، ونديرو كذلك البيكينغ باودر. قبل لا لوفور البيكينغ باودر، هكذا ندخلو نديرو عصير الليمون. هاي لا تكستور لي تحصلو عليها. انا وجدت المول تاعي مع ورق الزبدة، نسخن الفوق تاعي. هاد الكيكه تتطلب 35 دقيقه تاع طبخ، 35 مينوت دو كويسون، حوالي 10-12 مينوت دو بريباراسيون، اي سي بور اون بورسيون دو 8 بيرسون، 8 اشخاص. نجي نحط الخليط هذا في المول تاعي بون سباتول ولا هكذايا، نديرو ونبلاتي الكيكه تاعي، نسيو نديروها على مستوى واحد.
مادام درنا فيها السميد يولي حمر هكذايا نجو نسقوها. انا سقيتها بالسيغو دي غابل. نتوما واش ديروا؟ ما ديروش السكر والماء هذاك الشربات، ديروا العسل الحر لا عندكم العسل بيو مع شويه ماء دافي شويه ماء زهر وقشور تاع الليمون، خلوه يغلي شويه ومن بعد ديروه كيما شربات وسقيو الكيكه تاعكم وتزين كيما تحبوا. انا كان عندي بيستاش وشويه الكوك راح نديرها من الفوق ودوك نقطعها معاكم وتشوفوا الشكل النهائي. إذن ها هو الشكل النهائي بعد ما زيناها. تزيين كيما تحبون نتوما، نروح نقطعها معاكم. انا ناخذ هذه الطريقه باش نقطعها باش تشوفوها مليح. هاي ليك فيها النكهه تاع القارص تاع لو سيترون ليمون وتجي هايله. جربوها وما تندموش. إذن هاو الشكل النهائي تاعها، هذه تجي هايله بالشاي. ونقول لكم كانت وصفه اليوم. صحه فطوركم وصحه سحوركم والى الملتقى.